البلد اللي تخدم شباب البلد. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الدوره دي ان شاء الله يكون لها حظ ان شاء الله. برضه من الناس الساده المسؤولين بنوقف برضه ونشكر برضه الناس اللي وصلت. اصلا الحاج موسى يعني ايه نقدر نقول انه هو مرشح الطبقه البسيطه اللي هو يعني بيبقى حاسس في الطبقه البسيطه والفقراء محدود الدخل معدوم الدخل وهو مرشح الجميع وليس مرشح. يعني انا بأؤيد الاخ والصديق القديم الحاج موسى ابنه لانه الرجل المناسب في المكان المناسب ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون رجل المرحله القادمه بتواجد من اكثر من 10 سنوات او 15 سنه بين ابناء الدائره وقاضي مصالح الصغير والكبير ولا يوجد لديه تفرقه قبليه او عصبيه. هو رجل الدائره من اول مركز اكفو شمالا الى اخر مركز اكفو جنوبا واهل مركز اكفو جميعا. لو سألت عن موسى عزو من يقول موسى عزو؟ كلهم فرحين بهذا الرجل الطيب المبارك المفكر الذي ينتمي إلى الوطن ويسعى دائما وينال دائما بالانتماء إلى الوطن والمواطنين. يسعى دائما بالنداء للشباب انتموا إلى وطنكم انتموا إلى رئيسكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. دائما يسعى دائما يسعى إلى الانتماء انتماء إلى الوطن دائما ينادي بالوطن. عدنا مع المستشار تعليقا على هذا النشاط الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل بناء مصر جديده لكل المصريين. حتى بنشاهد في الانتخابات بنشاهد في البرلمان بنشاهد القاده بنشاهد الذين يتحدثون عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل مصداقيه انه هو المؤسس لدوله مصر الجديده حديث. بعد دمار عاشت في مصر. تحليلك مستشار المستشار لهذا الكاس. انا لسه بقول لحضرتك ان طبعا احنا سلم البلد في وقت عصيب والخطيره اللي هو بيشدنا بيها عايزنا كلنا مش قادرين نجري وراه بصراحه. نشيط ربنا يديه الصحه ويبارك لنا فيه ويحفظه يا رب من كل سوء ده اهم حاجه. الرئيس الحاجات اللي عمال يعملها دي ما حصلت لناش خالص. ان يعمل لنا المشاريع مش يعني متواليه على دماغ الواحد كتير. اقول لك ايه مثلا 100 مليون صحه اللي ما شفناهاش عمرنا خلت اصبحت مصر والحمد لله في اخر 19 خاليه تماما من حاجه اسمها فيروس سي لخمسة مليون على الاقل مواطن. اكيد ده من يعني اقل حاجه نخش تاني حضرتك تبص تلاقي الاصلاح بالنسبه للاصلاح الاقتصادي الاصلاح الاقتصادي انا لسه بقول لحضرتك ما كناش 13 يعني وصلنا لدرجه اقل حاجه من 13 مليار دلوقتي بقينا وصلنا الحمد لله خلانا نرجع ل 44 5 مليار تاني. الاصلاح والاستزراع مليون ونص فدان اكيد نقول ايه الثروه السمكيه الرهيبه اللي باينه دلوقتي بقت واضحه لكل الناس. احنا بنتكلم في الحاجات اللي الناس اكيد يا فندم ملموسه للناس. معانا اتصال. الو 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 معانا اتصالات كثيره النهارده. الو الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. حاج ابراهيم عبد العزيز اهلا وسهلا بك يا فندم. ازيك يا بيه؟ الله يخليك الله يعزك يا رب. كل سنه وانت طيبين. وانت طيب يا رب وصحه وسلامه كده. اتفضل حاج ابراهيم. ماذا تعاني قريه ام صغير بالحسينيه؟ اتفضل يا فندم. والله يا استاذ سيد احنا نطلب من وزاره الاوقاف المسجد بتاع البلد مقفول بقاله 7 سنين. والمسجد مساحته 500 متر. واحنا بنصلي على السكه جنازه اي حاجه ونطلب من سياده الوزير انه يبص لنا بصه كده وربنا يبارك فيكم. امين يا رب. اهالي قريه ام سوير يطالبون باعاده بناء المسجد المغلق منذ 20 عاما بيصلوا في الشارع. نداء الى وزير الاوقاف وهو اكيد سمعنا. يا سياده الوزير المساجد بيوت الله يا معالي الوزير.
ربنا يبارك فيكم. اشكرك حاج ابراهيم. هو المسجد قدامنا بنشوف المسجد يعني متآكل. اكيد. المسجد ده والله يا استاذ سيد والله بنصلي في الشارع، وحته مسجد صغير حدانا بنصلي فيه. اكيد يا فندم، اكيد اكيد الناس يعني تشتاقوا الى عباده الله وتشتاقوا الى الله. المساجد يعني لماذا تغلق هذه المساجد لهذه الفترات ولا يكون لديكم لدى الحكومه والدوله انجازات في هذه المساجد؟ وزير الاوقاف نداء، على فكره هذا النداء تكرر كثيرا معالي الوزير. مساجد مغلقه، شايفين المسجد قدامنا اهو. اشكرك حاج ابراهيم، اشكرك حاج ابراهيم، شكرا. اتفضل معالي المستشار نكمل. احنا كنا بنتكلم حضرتك في الاصلاح حوالي 1.5 مليون فدان، انشاء الصوب الزراعيه اللي بقت ملموسه في الفتره الاخيره على كافه الشعب. تسمين يعني اكثر من 100 مليون راس تسمين ماشيه معموله في البحيره وفي خلافه، ولذلك دي عملت ضبط لجميع الاسعار في اللحوم في الفتره اللي فاتت وتثبتها. نقول مثلا تكفل وكرامه لكل المصريين، انشاء التامين يعني لكل المصريين من يعني حاجات كتيره برضو الرئيس انجز فيها حاجات برضو. يعني النهارده زي ما اتكلم النواب لسه من شويه النائب محمد كلوب قال صرف صحي في اقتصاد في بنيه اساسيه في مجلس الشعب شغالين، نشاط كثير يدلوه الرئيس عبد الفتاح السيسي. اكيد يا فندم الانشطه كتير، كل ده بقى بخلاف العاصمه الاداريه الجديده كمان ده ما اتكلمناش غير 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 الفيروس الملعون او الصندوق الاسود الذي يعني كان بكبوه شديده لكل المصريين. الكورونا، مرض الكورونا هذا البلاء الشديد، يا ريت شوف هنروح لتقرير مع الفنانه نهال عنبر النهارده طالعه تتكلم في صوت البلد عن هذا الفيروس. تعالوا شوف دور الفن وتميز الفنانين في الاعلان عن هذا الفيروس والحمايه ودور الفن في ذلك. نروح نشوف هذا التقرير ثم نعود الى صوت البلد، كونوا معنا. ان شاء الله الازمه اللي احنا فيها دي تعدي على خير باذن الله. انا بس عايزه كلنا نتبع التعليمات اللي موجوده في وزاره الصحه، كلها نغسل ايدينا على طول، يا ريت يبقى في جوانتي وماسك على طول لو في تجمعات بسيطه حتى، بلاش نسلم بالبوس والاحضان والتسليم بالايد، نسلم من بعيد لبعيد افضل، حتى لو هنمسك اكره عربيه هنمسك اي حاجه يا ريت يبقى في ازازه فيها ميه بكلور نرش فيها، نرش عليه على اي حاجه هنستعملها الاول، ولما نرجع بيتنا على طول نغسل ايدينا وشنا وهدومنا اللي موجوده اللي كنا تعرضنا لمجموعه وعدد كبير من الناس ان احنا نغسلها على طول اضمن. في تعليمات كتير جدا نازله وارشادات نازله من وزاره الصحه حقيقه هم لامين بكل حاجه، فاحنا يا ريت نتبع التعليمات، ويا ريت برده نقعد في بيتنا طالما ما فيش ضروره للخروج، يعني على قد ما نقدر ما نخرجش. انا عارفه ان ممكن يبقى الوقت طويل شويه ونزهق، بس ده لمصلحتنا كلنا وصحتنا كلنا. الف سلامه عليكم، ويا رب ان شاء الله تعدي الازمه دي على خير وغمه وتتزاح ان شاء الله. الف سلامه. نعود اليكم مره ثانيه. هذا المرض استاذ المستشار يعني نداء لكل المصريين، يا ريت بدورك الفعال في المجتمع المصري ان الناس تعمل ايه؟ احنا المفروض نساعد الدوله في اتباع التعليمات شويه. رقم واحد الناس تتبع فعلا التعليمات لحد اما الازمه دي ربنا ان شاء الله يعديها وان شاء الله هتعدي منها مصر. بس لازم يكون احنا عندنا الوعي الكافي اكتر من كده. عايزين وعي كافي فعلا زي ما قلت قبل كده لكل طوائف الشعب وخاصة في القرى والأرياف قبل المدينة. المدينة نوعا شوية ليست المستشار بتقول القرى والمدينة. بصراحة أنا مركز على القرى والأرياف لأنهم عندهم برضو نسبة الوعي أقل شوية أو عندهم يعني بساطة نوع من الستار شوية غير المدينة بطبيعتهم بطبيعة الحال، إن القرية فيها حركة الناس فيها بتتزاور بتمشي في الشارع كتير غير بتاع المدينه، راجل قاعد في شقته قافل على نفسه هو وولاده غير القرى شويه. اكيد فاحنا بنطالبه منهم فعلا نسبه الوعي تزيد لحد ما الفتره دي تعدي مننا ان شاء الله. أكيد بامر الله يعني. وده أكيد برضو الشرطه بصراحه مشكوره جدا، احنا من خلال برنامج حضرتك ده فعلا بنوجه تحيه شكر وتقدير لكل اخواننا الشرطاء، كل اخواننا الشرفاء العاملين في مجال الشرطه من الوزير للغفير زي ما بيقولوا. أكيد. لأنهم فعلا بقوا على وعي كافي وعلى إدراك تام
وعلى تحمل مسؤولية وقمة الأخلاق في التعامل. ومش عايز أقول هي دي قمة التعامل بتاع الرقي اللي وصلوا له للشرطة بقى حاليا. مش عايز أقول لهم بتخلي فيه تساهل شوية في عدم الضبط وربط من كتر من كتر الرقي بتاعهم في التعامل. لا احنا بنقول لهم معلش دوسوا شوية عشان نرجع تاني والأمور تبقى أكيد يا فندم أكيد. وأكيد لكل المصريين برضو النهارده اللي بيشوفونا التوعية الحقيقية، لأن احنا داخلين على كارثة. لا كارثة بكل المقاييس، مش عايز أكلم. يعني كارثة كارثة، فما لا تهاون ولا استثار. فمصر قادمة على شيء الإنسان، يعني احنا بنقول كده وقلتها في الحلقة الماضية، يعني خلاص يعني كل الاحتمالات التي ينتظرها المواطن خلص. نفذت أسباب الأرض، لم تبقى لنا إلا أسباب السماء. انتظرونا بعد الفاصل في صوت البلد. دور المجتمعات الخدمية يا سيادة المستشار في خدمة مصر، دور الجمعيات والخدمات المجتمعية في خدمة التوعية لكل المصريين. طبعا الجمعيات دي عليها حمل كبير في عملية التوعية لكل الشعب المصري، وفي كل مكان لهم دور دايما، وخاصة إذا كنا نقول نكلف الشباب، بقى الشباب دلوقتي هو الدور أو الركيزة بتاع المستقبل في كل شيء. شباب مصر المفروض هو دلوقتي اللي عليه الدور الأكبر قبل أي حد إن يعمل توعية، إن زي ما بنشوفهم في كل حتة في كل مكان، سواء في مدن أو في قرى، أو بيطلعوا بينزلوا بيساعدوا في نفسهم في التطهير، بنفسهم تطهير الأماكن، بينزلوا الوحدات المحلية عشان يطلعوا مواتير رش عادي، وهم اللي بنفسهم بيطهروا الأماكن. فدور الشباب دور كبير، وخاصة بعد رأس ما خلاهم بقى يعني الطب هم دلوقتي في جميع المؤتمرات وجميع كل حاجة، بقى كل رأس اهتمامه الشباب. فاحنا عايزين الشباب نفس الحكاية يكون نفس الرد منه. أكيد في طفرة من الشباب المصري في خدمة مصر، مش عايز أكلم، ويعني أكيد مصر قادمة بشباب إن شاء الله. ومصر قادمة بقيادات إن شاء الله. ومصر قادمة باقتصاد أجمل، وإحنا إن شاء شفنا الله. مدى الخدمات التي تقدم من المواطنين، من أعضاء مجلس النواب الصادقين، من الذين يمثلون الحقبة الحقيقية للمجتمع المصري. دي حاجة كانت يعني كثيرا ما تنقصنا. احنا بنطلع بننتقد كذا وبنقول كذا، لا احنا عايزين الايجابيات التي تميز الدولة المصرية بقيادة هذا الرئيس الذي يعمل لصالح مصر. احنا حضرتك شفنا من ضمن الايجابيات على الفترة الاولانية كنا عندنا مشاكل في المية، الحمد لله مشاكل الكهرباء اللي بقينا دلوقتي بقت عندنا فيض ومنصدر، دي الحمد لله. كان عندنا أكثر من 75 أو 100 ألف عملية جراحية مؤجلة، الرئيس أمر على طول بسرعة انتهاء العمليات دي، بقت حاجة ملموسة لكل الناس. يعني بقول لحضرتك الحاجات مش كم بيجي على دماغ الواحد يتكلم في إيه ولا في إيه. أكيد يا فندم أكيد. هنتكلم في يعني النهارده الانجازات بصراحه رهيبه. هنعدي ايه ولا ايه الانجازات وعلى ومع هذا عايزه مجلد عشان الو سياده. معانا مداخله مع سياده المستشار خالد ابو عطوه. الو السلام عليكم سياده المستشار، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ سيد، عامل ايه يا باشا؟ الله يعزك يا فندم. منور قناه الصحه والجمال. الله يعزك يا سياده المستشار، ومعاك الاستاذ نصر الراجل محترم وشخصيه محترمه. الله يعزك يا سياده المستشار، اتفضل. الحلقه نفسها حلوه وبتكلم عن انجازات بني مصر الحديثه. اذا كان محمد علي هو اللي بنى مصر الحديثه، عبد الفتاح السيسي هو اللي بنى مصر الجديده. اكيد كل الخدمات اللي اتقدمت، مليون ونص فدان، المزارع السمكيه، الانفاق، كل الحاجات اللي انت اشرت اليها حضرتك. سياده المستشار اتفضل يا باشا، ايه رايك في هذه الانجازات التي تتم على قدم وساق من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني الشغل اللي بيعمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده شغل انجاز قومي. السيد المستشار سابق الحكومه بخطوات كبيره. اكيد السيد الرئيس سابق الحكومه بخطوات كبيره، يعني هو طبعا بيجري لوحده في مجال والحكومه بتجري وراه. يعني راجل نشيط، راجل عاوز، عنده حلم ان يعمل مصر جديده. اكيد عنده حلم ان مصر ترجع في مكانه ثانيه غير المكانه اللي كانت فيها. يعني انت لما تنظر من 2011 وفتره الانفلات الامني وفتره الفوضى والفتره اللي احنا عشناها،
والفتره كنا بنخاف ونخش نطلعها يالنا بره، وفتره كنا موجود قدام البيبان والحصي زي جماعه اللي في الصعيد وفي الارياف عشان نحمي الاماكن بتاعتنا، الى ان دلوقتي في استبدال في الامن. فتره الهيصه اللي كانت في سينا والفوضى ومحاضرات دول عظمى تتكلم، احنا قعدنا 30 سنه يا استاذ سيد ما نقدروش نخش جبل الحلال. اكيد تمام. دلوقتي احنا مسيطرين على كل شبر سينا، سيبك من العمليات الصغيره اللي بتحصل هنا وهناك، ده ليها المقصود بيها بما ذكرت هنالك قضايا واسرار لم تعلن للشعب المصري في جبل الحلال. يعني لو تعرضت يعني يعرف او يعرف الجميع ان مصر بقيادتها هي التي حافظت على مصر. عقيد احمد منسي لما قعد في جبل الحلال 15 يوم، اكيد 15 يوم، وفي اخر 15 يوم قدروا ان هم يحصلوا على شخصيات اجنبيه قيادات مخابرات في داخل البلد، مبلغ مالي تعدى 600 مليون دولار اسلحه واجهزه غير مستخدمه الا في مصر، مش موجوده في العالم كله. اكيد تمام. اجهزه ليليه اللي هي الانارة الليليه، كل الحاجات دي كلها ما كناش نقدر نعملوها. الرئيس حسني مبارك كان بيشوف جبل الحلال فوق من فوق بالطياره. تمام. انت لك كل شبر السنة انت فيه، اكيد كل منطقه انت في سنة انت فيه. وبالنسبه للناس اللي بتقول لك ان في بعض البرامج بتقيل اهل سينا، اهل سينا ناس محترمين، سيبك من بعض الافكار التعبانه والشباب التعبان اللي مالوا دماغه بالجهاديه السلفيه وبعد وانصار بيت المقدس وهم لا يعرفوا بيت المقدس ولا غيره. تمام. كل الحياه دي كلها بتنقضي، انت بتشوف مصر الجديده، هم مش عاوزينك تقوم، هم مش عاوزين مصر تبقى موجوده بالقوه دي. مصر يا اما تبقى مريضه تبقى مش موجوده، لكن ان هي تبقى قويه تبقى دوله لا صوت ولا سيطره ولا سلطه. انت ما بتحاربش افراد يا استاذ سيد، انت بتحارب دول بامكانيات ومعدات وللاسف في بعض الدول الشقيقه. اكيد اكيد سياده المستشار، مصر قادمه. اشكرك سياده المستشار، واكيد مصر قادمه الى رقي بمجهودات كل العظماء الذين يعملون لصالح مصر. ربنا ينصر عبد الفتاح السيسي على كل اعدائه يا استاذ سيد. امين يا رب. راجل طيب وراجل صوفي وراجل عنده لمحه دينيه يعني لا تتخيلها، راجل كل شيء بيقول لك احنا كلنا هنقف قدام ربنا، مفيش رئيس دوله قال الكلمه دي قبل كده. اكيد تمام. بيقول لك كلنا هنقف قدام ربنا، وربنا اللي هيحاسبنا وربنا اللي هيسالنا وربنا اللي هيقول انت عملت ايه. اكيد اكيد يا فندم. اشكرك سياده المستشار. وجهة نظرك تعليقا على ما قاله سيادة المستشار خالد أبو عطوة، أنه فعلا مصر في ظل الفترات الماضية كانت لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصداقيته التي جاء بها كنا بينا في مكان تاني. الحقيقة الرئيس عمل لنا مكانة ما كانتش موجودة قبل كده، أصبح لنا مكانة دلوقتي في العالم كله، مش في يعني مش رجعنا لأفريقيا ولا العرب، العالم كله بقى لنا وضع مختلف خالص عن الأول. الرئيس بصراحه بعد اللي بيعمله، وبعدين شوف التنويع بتاعه، ما فيش حاجه اسمها دوله، بقينا دلوقتي فاتح في جميع الدول. وبنشوف مصر دلوقتي بقت بتطلع طيران تساعد كل اكبر دول في العالم. اكيد اكبر دول في العالم، من الصين لامريكا، لاخر اربع طيارات لسه طالعين مثلا رايحين السودان، ايطاليا، كل ده يعني مش عارف نقول ايه. يعني دعم كامل من جميع الاتجاهات. ونسينا نتكلم على العشوائيات اللي كانت موجوده، ودلوقتي والفتره هنقول ايه كام الف وحده سكنيه موجوده فن. دلوقتي للشباب. استاذن حضرتك، معانا مكالمه من الدكتور المستشار جمال فاروق. جمال توفيق. الو جمال توفيق عبيد. الو، ازيك استاذ المستشار؟ ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. مساء الخير مستشار جمال توفيق. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم. الاعلام المحترم. الله يخليك. ازيك يا سيد؟ كل عام. الله يخليك يا جمال بيه. مساء الخير عليك وعلى الساده. شرف شرف لينا وجود حضرتك معانا النهارده يا جمال بيه. شرف لينا على الريس. كل عام وانت طيب. وانت طيب يا ريس. والشعب المصري طيب وكل الشعوب العربيه. وانت طيب سياده المستشار. شايف انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في صناعه مصر الجديدة بقيادة جديدة بسيكولوجية جديدة إلى أين معالي المستشار؟ الله يا معالي الرئيس، بالنسبة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازاته كتيرة واضحة للداني والقاسي، واللي ما يقولش كده تبقى راجل غير محق، لأن الراجل ده يكفي حاجة واحدة إن هو عملها، اللي هو الأمن والأمان. الامن والامانه معالي الرئيس، من سنه من 2014 معاريك احنا ما كناش بنامن على اي طفل من اطفالنا او احنا سواء في بيتنا او في الشارع
بنأمن عليه دلوقتي. يكفي نعمة الأمان رقم واحد يا معالي الرئيس. أكيد. بعد نعمة الأمان والأمن والأمان اللي موجودة واللي استتبت في البلد بنسبة وقضائه على الإرهاب بنسبة 95%، وكان الله في العون معاه ومع الجيش المصري عقبال ما ينهي إن شاء الله إن شاء الله الإرهاب في سيناء، وطبعا مصر إن شاء الله محفوظة وكنانة الله في أرضه وفي عهد السيد السيسي إن شاء الله مع اتحاد الشعب المصري والحكومة وكل مواطن مخلص لهذا البلد إن شاء الله هتكون مصر في رفعة. أكيد عشان ما كترش عليك يا أستاذ سيد. أكيد يا فندم. عليك لو اختصرنا بالنسبة لو عايزين نتكلم ممكن نتكلم ساعات على الإنجازات اللي قالها. أكيد يا فندم أكيد. السيد الرئيس. أكيد يا فندم. في جانب الإسكان يكفي الإنهاء على العشوائيات، وعندنا أمثال يحتذى بها عالميا زي حي الأطمرات وزي مدينة بني سويف، وفي مدن كتير والعاصمة الإدارية معالي الريس اللي كل مصري المفروض بيفتخر بيها. ودمياط أكيد يا فندم. ومعالي الريس يكفي شبكة المواصلات، شبكة على أحدث ما تم عمله بالنسبة عالميا معالي الريس والمقاييس العالمية، يكفي إن هي قربت ما بين الشمال والجنوب وما بين المحافظات معالي الريس، وده بيزيد من زيادة التنمية والصناعات وبيدي للمستثمر فرصه معالي الريس المستثمر الاجنبي اللي احنا طالبينه عشان عمل المشروعات لتشغيل المواطنين. الريس نظره بعيده ان الطرق والمواصلات دي شيء اساسي من البنيه التحتيه اللي بيقوم بيها سعاده الريس، منها مترو الانفاق، منها الطرق الراسيه، منها الدائري، منها الاقليمي والاخ لو نقدر نتكلم في الانجازات. لكن سرعه السيد الرئيس في مطالب وعمل وعايز ينهي أكيد. ويحتضر بمصر مع الرئيس، بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان كل مواطن شريف والحكومه تكون على نفس سرعه وهمه السيد الرئيس. اكيد مع المستشار، اشكرك جدا، اشكرك على هذه المداخله الجميله سياده المستشار. كلمه اخيره تضعها لكل المصريين كرساله. كرساله انا بقول لكل المصريين ان نحذو بحذو الرئيس. يكفي حاجه واحده بصراحه، ما شفناش اي مشروع او اي رئيس قبل كده على الاقل جميع المشاريع هتتلاقي كوبري في الرئيس فلان، مدرسه الرئيس فلان، مش عارف ايه. الرئيس الوحيد اللي ما حدش واخد باله من في كل المجالات دي ابدا اي حاجه اتذكرت باسمه. اكيد يا فندم. انكار للذات ما حصلش ابدا في مصر، رغم كل التعب وكل المجهودات وكل النشاط وكل الحيويه اللي بنشوفها منه، وما نسبش عمره لنفسه اي اسم من اي مشروع من اللي بيعمله. اكيد يا فندم. فالتاريخ لا يمكن ابدا هينسى حاجه من كل المشاريع دي اللي بيعملها الرئيس عبد الفتاح سعيد خليل توفيق السيسي. بنقول له ربنا يبارك لنا فيك يا رئيس. اشكرك يا المستشار. وربنا يخليك لنا ويحفظك لشعب مصر ان شاء الله ولكل المصريين. ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله. الحلقه القادمه هيبقى معانا تقرير كامل عن عن مدينه فقوس وما الذي يدور خلف جدران هذه المدينه، وتقرير حام. هل فقوس إنجازات هذا النائب محمد كلوب ستعرض إنجازاته وماذا فعل في مدينة فقوس، وتقرير هام من خلال الشارع المصري لهذا النائب. مشاهدينا الكرام، كان رجلا نجارا يعمل، فجاءه ملك وقال له عد لي عربة خشبية حتى أسير بها لأشاهد بها رعيتي، فجهدها فلم تعجب الملك، وقرر الملك قتل هذا النجار. فذهب إلى بيته وقال لزوجته لقد حكم علي بالإعدام وسيأتي جنود الملك غدا لينفذوا هذا الأمر. فقالت له يا زوجي نم، فالتوابيت كثيرة ولكن الرب واحد، الرب واحد، فلا تيأس من رحمة الله. ويأتي في اليوم الثاني بيجي أحد رعاة الملك فيدخل فيطرق الباب فيقول جاء الآن وقت إعدامي، فيقول له لقد مات الملك فعد لنا تابوتا خشبيا لدفن الملك. فقال الرجل فرحا التوابيت كثيرة والرب واحد. طاب مساؤكم وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج صوت البلد، صوت لكل المصريين.